صباح الخير يا بنات، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده. النهارده الفيديو هكلمكم فيه عن حاجتين. اول حاجه بضاعه او مشتريات من موقع اسمه زافور، جالي منه طردين هفتحه قدامكم دلوقتي واشوف ايه اللي جوه وهقيس لكم الحاجات دي واقول لكم انطباعي عنها ايه. وتاني موضوع هكلمكم عنه موضوع انا يمكن حابه اخد رايكم فيه اكتر ما انا هقول لكم نصيحه فيه، هو موضوع عن الوحده، يعني اللي هتحس بالوحدة او عندها شعور ان هي خايفة من الوحدة في المستقبل، فهتكلم معاكم في الموضوع ده بس اخر الفيديو، فتابعي معايا وشوفي بقى الفيديو. ودلوقتي هفتح الطردين بتوع زافور واقول لكم ايه اللي جوه. شايفيني كده كويس؟ اوكي. ادي اول واحد هفتحه بقى اشوف ايه اللي جوه. البلوزة دي ده شكلها، هقيسها لكم في ال هشوفها بقى عاملة ازاي في اللبس والناس مظبوط ولا لا. ادي اول حاجة، اول طرف. الطرف التاني وادي بلوزه تانية شكلها كبير، انا حاسه ان هي مقاسها كبير عليا. طيب هشوف برضو في اللبس عامله ازاي. و اخر حاجه الجزمه دي شكلها حلو وجلدها جميل اوي، واشوف برضو المقاس عامل ازاي. دي كنت عاوزه الستايل ده في الشتا، وكنت عاوزه الكعب يعني طوله متوسط كده، ما كنتش عاوزه كعب عالي قوي ولا فلات. حلوة، يا رب بقى المقاس يطلع حلو وتطلع مريحة. هشوف دلوقتي في اللبس، هوريكم بقى في اللبس الحاجات دي عاملة ازاي. ايه دي اول حاجة اهي، الشوز اهي مريحة جدا، حلوة قوي وجلدها يعني متين، انا ما توقعتش ان هي هتبقى حلوة كده، حلوة قوي ومقاسها مظبوط. انتوا شايفين ايه شكلها ايه؟ من الاثنين اللي جولي، هي انا حاساها مظبوطه من فوق وكل حاجه، وكانت عجباني ان انا شفت زيها بالظبط في زارا، بس ما كنتش لاقيه مقاسي، بس عيبها بس ان هي واسعه قوي من تحت، بس ده مش مشكله بالنسبه لي بصراحه. هي فيها جيبين كمان، فيها جيبين، بس انا حاسه ان هي واسعه قوي، يعني ممكن مثلا تضيق من ورا شويه، لان يعني بصوا من ورا التوصيله بتاعتها واسعه. بس انا برده من الحاجات اللي انصحكم بيها، لما تجيبي اي حاجه اونلاين ممكن تجيبيها واسعه، جت مقاسك اوكي، جت واسعه تضيقيها، لكن لو جبتيها ضيقه ملهاش حل. فدي سهله يعني، عمرها سهل، اضيقها شويه من ورا وتبقى تمام، طولها كويس. دي تاني واحده اهي، مشكلتها برضو يعني واسعه، حاجه بسيطه من ورا، عايزه تدي يعني سنه بسيطه. وده شكلها من الجنب، حلوه عجبتني بصراحه، بس هي مشكلتها بس الوحيده ان هي قماءها قصير شويه، يعني بصوا هو المفروض مش طويل، بس كده كده ايه هشمر شويه بس. في تاني بلوزه، يبقى كده هما دول الثلاث حاجات اللي انا جبتهم وانطباعي عنهم. حلوين مش وحشين، وكان عاجبني شكل البلوزه دي وكان نفسي اجيبها. هاجي بقى على الموضوع اللي انا حابه اكلمكم عنه، هو موضوع الوحده، لان كذا بنت بعتولي وقالوا لي احنا بنحس بالوحده، انا خايفه من الوحده في المستقبل. فحاولت ان انا يعني افكر ايه اللي انا اقوله في الفيديو ده، بس لاحظت ان انا واحده من الناس ما بيفرقش معايا موضوع الوحده ده قوي، يعني ان انا مش اجتماعيه شويه. فانا حبيت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده، مش علشان اديكم نصايح فيه، لا علشان خاطر اعرف ايه رايكم في موضوع الوحده ده. يعني انا مثلا لما كنت في مصر كنت بخرج لوحدي كتير، ولما بحب اشتري اي حاجه بنزل لوحدي اشتريها، ما يفرقش معايا، مش بزعل ابدا لما بنزل لوحدي،
ممكن اقعد في مكان اشرب حاجه لوحدي، حتى في فرحي لما نزلت الصبح اروح الكوافير رحت لوحدي وروحت، وبعد كده اتغديت ورحت الاوتيل اخويا وصلني برضو كنت لوحدي. هم اصحابي اه جم بس بالتدريج وفي الاخر ما فرقش معايا بقى، ما زعلتش ان انا معيش ناس كتير. انا اصلا صحابي كمان مش كتير يعني عددهم مش كتير، فده يمكن الموضوع الوحده ده ما بيفرقش معايا قوي، لان انا دايما بميل ان انا اقعد لوحدي ومش اجتماعيه كمان. فكره مش حاجه حلوه يعني، انت كل ما بتبقي اجتماعيه وكل ما بيبقى ليكي علاقات، ده نوع من انواع النجاح، لان العلاقات بتساعد جدا في النجاح. لو انت مثلا بتبيعي حاجه وعندك علاقات كتير هتبيعي، لو انت مثلا بتعملي اي حاجه وليكي علاقات هتزودك في الحاجه اللي انت بتعمليها، بتبقى العلاقات في المصلحه بتبقى حاجه كويسه، وفي نفس الوقت برضو بتحسي ان ليكي ناس. غير لما بتبقي لوحدك وبطولك في اي موضوع محدش بيساعدك فيه. فالعلاقات بتنفع عامه في الجواز وفي الشغل وفي الحياه عامه. فانا كده مش صح، دي انا مش شايفاها مش حاجه حلوه يعني، ان الواحد يبقى يعني مش اجتماعي او ملوش علاقات كتير، لان العلاقات حاجه كويسه جدا على فكره. يعني انت لو لاحظتي مثلا الناس اللي بيبقى ليها علاقات سهل ان هم لو عملوا اي حاجه تظهر بسرعه، يعرفوا يظبطوا نفسهم ممكن في شغل لان هم ناسهم كتير. ممكن مثلا لما يبقى عندهم مثلا اعياد ميلاد او اي مناسبه بتلاقي ناس كتير بتجيلهم. فانا مثلا شايفه ان الوحده لما بتبقى اختياريه احسن لما بتبقى اجباريه. يعني انا اخترتها لما بحب اجيب حاجه، لما بحب اشوف حاجه ممكن بنزل لوحدي بقعد لوحدي وقت طويل. يمكن الكلام ده لما كنت في مصر، بس كان قدامي حل ان انا لو عايزه اي وقت انزل مع اي حد من صحابي اكيد هنزل. بس هنا لما سافرت بقى الوحده هنا اجباري مش اختياري، فانك ما تعرفيش حد، ساعات بتبقي مخنوقه عايزه تتكلمي مع حد. طبعا هو انك تتكلمي مع حد على الواتساب او مثلا في التليفون مش زي لما بتشوفي حد وجها لوجه، ولما بتعرفي حد جديد ما بيبقاش برضو زي ما بتعرفي حد قديم عندك انت عارفاه من زمان. اصلا انا كنت من النوع اللي ما بزهقش من القعده لوحدي، يعني مش بزهق بسرعه. ممكن اقرا، اطبخ، اعمل اي حاجه، اتفرج على فيلم، يعني بعرف اسلي وقتي. بس ساعات بيجي لي وقت برضو عايزه اشوف حد، فالموضوع ده لما بيبقى اجباري فعلا بيبقى صعب شويه، ويبقى اختياري بيبقى احسن. من الحاجات برضو اللي خلتني اميل للوحده شويه هي لما انا مثلا بحب اتكلم مع حد بحس ان هي مش محل ثقه ان انا اتكلم مع اي حد بسهوله او اقول اي حاجه براحتي. ف قللت حواليا الناس اللي انا اعرفهم، ولان الناس ما بقتش زي الاول، يعني الناس اتغيرت جدا وقليل الاول لما تلاقي حد كويس. فبالنسبه لموضوع الوحده انا مش حاسه ان انا متضايقه ابدا، ان انا يعني مش حاسه موضوع يضايق ابدا ان انت تحسي بالوحده. ده رايي الشخصي. الخوف من المستقبل، ان انت خايفه تبقي لوحدك في المستقبل. طب ما في كتير بيبقى عندهم 3 4 عيال وكلهم مسافرين او لهم حياتهم وبيبقوا لوحدهم. لكن لو انت بتخافي من الوحده فعلا وعاوزه تتغلبي عليها، حاولي تخلقي علاقات مع الناس، حاولي تغيري روتين حياتك شويه، دخلي ناس جديده في حياتك، تبقي اجتماعيه شويه. يعني بلاش تقفلي على نفسك قوي، اعرفي ناس وشوفي قرايبك حتى البعيد قوي، ابداي مثلا قربي منهم، رجعي اصحاب زمان. بس نقي برضو ناسك، مش بالعدد، بالناس اللي تحسي ان هم قريبين من القلب وناس تبقى واثقه فيهم تدخليهم بيتك وتعرفيهم حياتك وتبقي مقربه منهم، مش اي حد وخلاص. فده رايي. تاني حاجه برضو ان انت لما يبقى عندك اي هوايه ممكن تنميها، ده برضو بيقضي على الوحده، بيزيدك حبا في الموهبه اللي عندك اكتر. وممكن برضو لما تروحي تدرسيها في حته بتعملي علاقات مع ناس وبتعرفي، يعني بيبقى 2 في 1، بتنمي الموهبه بتاعتك وبتعرفي ناس جديده عندهم برضو نفس حب الموهبه بتاعتك. فده برضو حاجه انا انصحك بيها. هديكي برضو نصيحه ثالثه، يمكن دي انا عاملاها يعني كاتبه ايه الحاجات اللي انا بحبها، يمكن في وقت وانا قاعده فاضيه تكون ساقطه من دماغي ان انا اعملها، وبشوف ايه اللي انا الحاجات اللي انا بحب اعملها. بحب اتفرج على فيلم، بحب ارسم، بحب الون، بحب اعمل ماسكات، بحب احضر في فيديو جديد اتكلم معاكم فيه. الحاجات كتير، بحب اطبخ حاجه جديده، كل دي من الحاجات اللي انا حابه ان انا اعملها.
فانت في يوم لما تلاقي نفسك مثلا مزاجك رايق، اقعدي واكتبي فيه ايه الحاجات اللي انت وقت فراغك ممكن تعمليها، او ايه الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها، بحيث يوم لو انت لقيتي نفسك مثلا مخنوقه ومتضايقه حاسه بالوحده تبصي في الورقه دي تفكرك ايه اللي كان بيبسطك او ايه اللي بيبسطك علشان تعمليه، حتى لو كلامك مع واحده معينه او بنتين او ثلاثه، تشوفي انت بتحبي تتكلمي مع مين، بحب اتكلم مع فلانه وفلانه وفلانه، بحب اعمل كذا وبحب اعمل كذا، انزل اروح المكان الفلاني، شوفي كل اللي انت حباه اكتبيه، وهتنفعك جدا الحاجه دي بعد كده. بس هي دي الحلول اللي عندي، وهي دي الاقتراحات اللي اي حد حاسس بالوحده ممكن يعملها. فانت لو عندك اي حل تقدري تساعدي بيه البنات في موضوع التخلص على الوحده، يا ريت تكتبي التعليق ده علشان البنات تستفيد، لان في كتير فعلا بيحسوا بموضوع الوحده ده، فلو تقدري تفيديهم يا ريت تكتبي. بس هو ده فيديو النهارده، واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو قريب. مع السلامه.